نفسك تجيب عربية والأسعار نار، حلمك لسه موجود فأكتر من بنك وتقدر تجيب عربية على الزيرو بقرض أو مميزات كبيرة. في بنكير هندلك على أفضل القروض المتاحة في البنوك المصرية لتلبية احتياجات العملاء والمواطنين، ومن بينها قرض السيارة. بنكير، نبض البنوك. البداية مع بنك مصر واللي بيمول قرض السيارة للمصريين من خلال أكتر من برامج، زي برنامج قرض السيارة بموجب الدخل الافتراضي، وللموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وكمان لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل بخلاف أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب. أما بخصوص الشروط العامة لمنح القرض فهي ببساطة يكون الحد الأدنى لعمر المقترض من 21 سنة، والحد الأقصى للقرض هو 6 مليون جنيه، وبتوصل نسبة التمويل في قرض السيارة من بنك مصر 100%، ومدة التمويل بتوصل ل 120 شهر. بخصوص المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر فهي سهلة وبسيطة، وعبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، غاز، كهرباء، مية، تليفون، وعرض أسعار معتمد من المعرض. وبالنسبة للموظفين شهادة مفردات الراتب الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل. أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فهيبقى مطلوب منهم صورة البطاقة الضريبية وصورة ترخيص وتصريح مزاولة المهنة أو للمهن الحرة، وصورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي لمدة 6 شهور. في مميزات إضافية، بيمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض، وكمان يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العيلة وبدون تأمين وحظر بيع على السيارة. ونروح لبرنامج تمويل السيارات المستعملة من البنك الأهلي المصري، واللي بيكون بدون ضامن وحجم التمويل بيوصل لمليون جنيه، وبتمويل بيوصل لمية في المية من سعر العربية، وبخصوص فترات السداد مختلفة من سنة لسبع سنين، وبسعر عائد تنفسي، وكمان ببرامج خاصة لموظفي الشركات، وحد أدنى لصافي الدخل الشهري بيبدأ من 1500، وبرامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء، كمان بدون مصاريف استعلام ائتماني وبدون مصاريف فتح حساب، وبرنامج الموظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%، وبرنامج أصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%، وبرنامج أصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%، وبرنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر العربية. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.